طفلات لحبيبتي. طيب خذي هاي 1000 لك، وهدول لك الوحده 2000، وهي لك 2000، وهي لك 2000. بتعرفي ليش؟ جزاك الله خير. خير بوجهك. وهون انت اعطيها 2000. بتعرفي ليش هدول اخذوا 2000 وانت 1000؟ بتعرفي ليش؟ هدول لانه مخمرات هيك، بس تتخمري بتعطيكي 5000. تخمر باسمك كم بس طلع لي 2000. ماشي حبيبتي؟ هيك حرام باسمك لخواتك هدول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتمنى كل بناتنا، كل الأمهات البهات يلبسوا بناتهم لبس هاي الطفلات هدول. ما في أحلى من الحشمة لبنات أم سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. خير وجهك. راسي راح بقول له يا استاذ عادل طب انا اسفه ومش هاجي الطرحه تاني. راح قال لي بص قدامك. بقول له معلش يا استاذ. راح طلع القلم من جيبه فضل يخبط على اصبعتي. راح ساعتها وجعتني رحت معيطه. بعدين خد من مشط من زميلتي. بعدين راح عمل شعري وراح جاب الشعر راح حط على الطرحه. عايز اعتذر للزميله رحمه سامي لان تم النهارده محاوله قص شعرها في المترو من واحده محجبه عشان بتقول لها ده شعرك اللي انت فرحانه بيه. كلمي جد. بتكلم بجد وهي صحفيه فروزة اليوسف وانا بعتذر لها من هنا لان تم محاوله قص شعرها بالعافيه في المترو والبنت كانت بتقول لها ده شعرك اللي انت فرحانه بيه. ولما حاولت تمسك البنت الفتيات اللي في عربيه السيدات منعوا الصحفيه وحاولوا يهربوا البنت واوريدي البنت هربت. فدي حاجه مهمه انا عايز انوه عليها.